مساء الخير ومساء المحبة ومساء الجمال مرة ثانية على كل متابعي برنامج 24 قراط. وصلنا معكم لأولى فقراتنا لحلقة اليوم. ترند اليوم بيتكلم عن الظواهر السلبية والمشكلات الاجتماعية في ولاية الخرطوم. زي ما أسلف الزميل حازم قبل الفاصل، سعيدين تكون معنا للحديث أكثر حول هذا الموضوع المستشارة لبنى علي، منظمة بيت مكلي القومية. أهلا ومساء الخير عليك. أهلا ومساء الخير عليكم، وسعيدين بمتابعتكم الصيغة لإنجازاتنا ونشاطاتنا في المنظمة. الله يديك العافية سعادة المستشار. يعني أنت في منظمة بيت مكلي القومية، وهي دائما يعني بتقيف على مثل التفاصيل بتاعت الظواهر السالبة والمشاكل. يعني وكنا قبل ما نتخش على الفقرة دي كنا بنتكلم عن انه انتوا عملتوا حتى ورشات، وانه بتتكلموا عن انها هل هي ممكن تكون ظواهر سالبة ولا هي مشكلات حقيقية في ولاية الخرطوم. خلينا نقف في نقطة الظواهر السالبة ممكن تكون ظاهرة على ولاية الخرطوم. ده موضوع داير لي جرت نفس يعني طيب، لكن نمسك التفاصيل يعني محور طيب محور ونحاول. طيب اول حاجه عايزين نتكلم عن حاجتين. هل الظاهر في ولايه الخرطوم هو مشكلات اجتماعيه ولا ظواهر سالبه؟ تمام. ونحن تركيزنا كان على شنو؟ تركيزنا كان على يمكن 6 محاور اساسيه في الظواهر السالبه في ولايه الخرطوم. اول حاجه ظاهره انتشار المخدرات، انتشار تعاطي المخدرات في الولايه. المشاكل الأمنية اللي هي عدم الأمان اللي بقى موجود في الخرطوم، زي النيجرز، خطف التلفونات، صحيح، انتشار ظاهرة اغتصاب الأطفال، انتشار التسول، انتشار التشرد في الولاية، يعني عدد المشردين الكثير المنتشر في الولاية دي. بعد ذاك الحاجات اللي لها علاقة بالسالب، مثلا الجنبات، مثلا التسرب المدرسي، مثلا عدم النظافة حق ولاية الخرطوم، ده منظر سالب. يعني الخرطوم العاصمة، يعني كيف تكون العاصمة بهذه الغزارة يعني الموجودة حاليا. ربطنا نحن الموضوع كله بانتشار المخدرات في الولاية. هل المخدرات هي الأساس في الظواهر السالبة، ولا الظواهر السالبة هي اللي أدت للشباب أن يدخل المخدرات؟ ده كان تساؤل لمدة يومين. كنت تتكلم عن نقطة الخرطوم، يعني ولاية الخرطوم. ولاية الخرطوم، نحن كنا نتكلم عن ولاية الخرطوم فقط، العاصمة. يعني لأنه الحاجة دي بعد مرة قاعد تفرق بين ولاية وولاية، يعني ولاية الأخرى. نحن بنتكلم عن ولاية الخرطوم، كان الورش عن ولاية الخرطوم، وهي فيها مخرجات حتطلع، يعني مش في ورشة فقط، إنما هي مشروع كامل حطلعه المنظمة اسمه واعي التوعوي. طيب لما نيجي نتكلم عن المشكلات اللي ذكرتها حسي دي، التشرد، التسول، المنظر الغير جميل، عدم الأمان الأمني، النيجرز، الخطف الموبايلات، الشغل بتاع التلفونات الحاصل في الولاية، حسي عايزين نتكلم كنا انه هل هي مشكله ولا ظاهره اجتماعيه. طلع في تصنيف في الورشه من خلال الاودينس، وكانت في مشاركه كبيره جدا جدا من القوات النظاميه، مجتمع، جهاز شرطه، امن، بالاضافه الى كميه كبيره جدا من علماء النفس، علماء الاجتماع، بالاضافه الى الاعلاميين، كان حضور انيق جدا. والكلام ده كله لو ما شركه سوداني ما كان تمينا، وانا مبسوطه انه شركه السودان اللي هي تمثل السودان طرع شغل زي ده كده بالمستوى ده. تحيه اليوم كله مستشار لبنى. يعني ذكرتي العديد من المشاكل، لو مسكنا مشكلة التشرد بالتحديد، فجهود المنظمة كانت شنو للقضاء عنها؟ احنا ما حنقدر نقضي على برانا، احنا حبشنا زي ما بقول هبيش، لانه مشروع موضوع التشرد موضوع كبير جدا جدا. اول حاجة منظمه هي وزارة الرعاية الاجتماعية في الدولة. ثم بعد ذلك يجي إذا كان المشكلة هي سبب التشرد كان فقر، في ديوان الزكاة، في وزارة الرعاية الاجتماعية على مستوى السودان والتفاصيل. نحن في بيت مكلي عندما دخلنا في مشروع التشرد دخلنا لأجل حصر كمية المخدرات الموجودة وسط المشردين، لأنه في كل الريسيرش نحن أي موضوع بديناه في المنظمة بنبدأ بريسيرش وبحث ودراسة، هل قبل كده الحاجة دي موجودة ولا ما موجودة. ودخلنا عشان لما نجي نعلن عن عايزين نعمل دراسة عن قياس المخدرات في الولاية نكون عارفين الشريحة اللي مطرقة خالص، شريحة المشردين. للأسف نحن لما بدينا بمشروع بسيط على أساس أنه نحن نقدر نحصر، ولكن جاء جائحة كورونا جبرتنا كما جبرت كثير من الدول في العالم أنه يتحور المشروع بأنه نحمي المشردين لحد ما. حقيقي يعني اجتهدنا اجتهاد معدي during كورونا تايم انه نحن to save as much as we can، يعني نحفظ بقدر الامكان. يمكن كان في مجهودات من منظمه كلنا غيم، بعض المنظمات كانت شغاله في المجال، لكن احنا تركيزنا كان في بيت مكلي على البنات وعلى الاطفال الصغار سنا. يعني حاولنا during كورونا تايم كان عندنا 7 دور ايواء،
7 دول على مستوى الولايه. ممتاز. يعني الوزاره ما تعاونت معانا كوزاره الرعايه الاجتماعيه، لكن الخيرين، منظمه المرنمين الكنسيه، الدين دار المحبه، وبعد ذاك المدرسه الانجيليه، بعد ذاك دار الرجاء في بحري، اجرنا 3 بيوت نحن كمنظمه، والمجتمع تفاعل معنا. يمكن كانت ميزانيه المنظمه ديورين كورونا تايم، يعني اثناء وقت الكورونا، كانت اكثر من 1.5 مليار. دي معظمها 90% منها كان تبرعات من افراد من المجتمع السوداني، والتحية للحس السوداني العالي جدا من الداخل والخارج، كانت بتدينا الأموال وكانت بتدينا المواد الغذائية. طيب نحن عملنا شنو في المشروع سوفار؟ نحن اجتهدنا كمنظمة، ولكن ينقصنا تكامل الدولة معنا، يعني وزارة الرعاية الاجتماعية، الجهات الأمنية بصورة عامة، مع احترافنا الكامل بحماية الأسرة والطفل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات. نحن من زمن كورونا عالجنا 147 شاب في العدد 1050 المحصورين عندنا، نتمنى بعد الفترة دي نقدر نواصل نحصر بقية المشردين في الولاية. نحن قدرنا وفرنا 100 مشروع للفتيان، مشروعات إنتاجية عالية جدا جدا وبكفاءة عالية جدا. اتفقنا مع اليونيدو الاتحاد الأوروبي، تيكا المنظمة التركية، بأنه تمولنا في أنه نقدر نوفر لهم حياة كريمة للأولاد. أما جانب البنات استيل نحن وسترجلين، استيل في مشكلة كبيرة جدا، لأنه ما فيش دور إيواء مخصص للبنات. ممكن نقول يعني سعادة المستشارة أنه في مشكلة كبيرة على مستوى البلد، مشكلة كبيرة على يعني المستوى. هي برضو نمسك المشاكل الاقتصادية، لأنه أي حاجة مندخل فيها المشاكل الاقتصادية، وضع البلد ممكن تكون سيئة من ما أنه هي تخلينا برضو نحن نرجع لنقطة المتشردين. صح. في أنه بقت تظهر لنا ظواهر سلبية ممكن تكون يعني ظواهر المتشردين أو الناس اللي هم متفلتات الأمن. ضغطة لكلام حازم يا سعادة المستشار، يعني القصة بقت أنه كل مجموعة من الناس يعني بيجوا راكبين عربية بينزلون مثلا في الأسطوبة الفلانية أو في المنطقة الفلانية، بحيث أنه يكمل نهاية اليوم ويرجعوا بنفس العربية تانية. صحيح، يعني دي برضو واحدة من الظواهر السلبية اللي خلت أنه تنتشر القصة دي بصورة كبيرة جدا، وبقت امتهان يعني بقت مهنة أنه الناس دي يا أخي بيجوا زي كأنها وردية بيمشوا. أنتوا بقربكم للناس دي وللشريحة دي، يعني أنتوا في المنظمة، لا 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 شنو ممكن يتعكس على القصة دي بشكل أكيد في شكل سالب يعني. تمام. يعني شنو الحال ممكن تحصل من الموضوع ده إذا يعني زاد في نفس الظاهرة دي يعني. تمام. طيب أول حاجة بقولها في تغيير في 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 التباس في المفهوم. الناس اللي بينزلوهم دي عصابات، وده شغل ممنهج، وده كده ديل ما مشردين، ديل مسولين. في فرق بين التسول، فرق بين التشرد. ليس كل متسول هو متشرد، يعني الكلام ده خدته في حسابات. لا طبعا لا، هو طبعا التسول ما عنده عنده حاجه معينه، وعنده تفاصيل. أيوه عنده تفاصيل، زاده عنده في التسول، زاده في زول بيمتهن التسول ده. عشان كده هم بينزلوا بالعربات. أي. وبتلقى حتى ما سودانيين، يمكن كانت من محاور الورشه كان الوجود الاجنبي الغير مغنن. يعني هل الموجودين في الشوارع ده كلهم سودانيين ولا ما سودان؟ لو ما سودانيين هل عندهم تأمين؟ هل عندهم؟ لأنه في منظمات أممية هنا موجودة في ولاية الخرطوم، زي الآي أو إم، زي اليو إن سي آر، المفوضية السامية للاجئين، دي المفروض المسؤولين في الشوارع يصرفوا لهم مواهي عشان السوداني صديقه. ونحن مشكلتنا كشعب سوداني نحن وي آر أوبن، يعني بنفتح قلبنا وبنخلي الحياة عادي. يعني لقانا سوري من غير مؤاخذة من رقاد ليس المينو، لقانا مثلا أجنبي بيشحد بنديه، لكن المفروض نحن ما نديه عشان ما نساعده في إنه يكون دي امتهان له، إنه فرصة بتاعت اللي هو البيجن اللي هي الشحدة في الشوارع والاصطبات. اتناولنا الحاجة دي في الورشة تناول كبير جدا، وبيحضر كل الغواطة النظامية كانت موجودة، انه لابد من تغنين الغوانين، لابد من متابعة الاشياء دي، والكشات اللي بتحصل للمشردين تحصل حتى للمتسولين، عشان يكون المنظر عشان يكون المنظر جميل. يعني يعني ممكن دي العاصمة الاولى، انت الليلة لو مركت يا ولدي مشيت عفراء مول او مشيت اي مطعم راغي ما تقدر تدخل، حتى بقى صعب يعني جدا. حتى وضعي بيقلعوا، بيحاولوا يقلعوا الشنطه، يجروك من البنطلون، ولو لقوا السهله بالسهله كمان ممكن يخطفوا التلفون منك. ما هو دي النقطه اللي بنتكلم عنها محمد قبل شوي، بنتكلم طيب عنها انه نازل بده ينزلوا ويتوزعوا في حتات، ما برضو ما عشان التسول فقط. طيب دهنا في الناحيه دي احنا طوالي مشينا من التشرد والتسول، مشينا للتفلتات الامنيه. يمكن ضعف اضعاف، او خلينا نقول اضعاف القوات النظاميه بعد الثوره. يعني الثوره كان لها ايجابيات وتفاصيل كثيره جدا جدا، لكن اضعفت القوات النظاميه. كيف؟ خلونا نتكلم. يعني الشعارات اللي كانت بتطلق، عسكري جاب وليس جرى، الكلمات اللي كانت بتتقال دي
والمشاكل اللي حصلت بين بعض الأسوار والبوليس خلى الشرطة شوية تتقاعس عن دورة يعني خلاة يعني الليبلايزنج اللي كان مفروض على الشرطة ده أنا بعتبره غصور لحد ما. لابد من القوات النظامية تأخذ دور الطبيعي في إنها تحمي الأمن يعني تحمي يعني صمام الأمان. أيوة صمام الأمان لابد من إنه القوات النظامية تعد لها هيبتها إنها تحمي يعني يكون في دور يعني يمكن في أخطاء كانت في القوانين السابقة في بعض الأشياء، لكن إحنا خلينا نقول التفلتات الأمنية دي إحنا لما قصدنا في الورشة دي قصدنا تركيزنا كان على القوات النظامية والمعالجين أو السايكولوجيس، لأنه 90% من التفلتات الأمنية ده دور شرطة يعني دور قوات نظامية بصورة عامة ريجاردلس سواء كانت جهاز أمني ومخابرات سواء كانت شرطة الولاية سواء كانت المباحث ولا الاستخبارات العسكرية. هم هنا في اللحظة دي لابد من تعزيز دور القوات النظامية في إنها تحمي البلد بالأمان. يعني أنا ساكنة خرطوم 3 يا إخوانا، ما بقدر أطلع الآن بعد الساعة 6 مساء، دي خرطوم 3 ريجاردلس. خلينا من الحتات الثانية، حصلت في الشارع بتاع كاترينا 3 جرائم، وإحنا واحدة منها قتل واثنين حوادث بتاعة خطف. في خليك من الأطراف بتاعت الخرطوم، يعني كل ما تطلع أنت على مدرمان والأطراف الثانية السرقة عيان بيان وسط النهار. بيحكي لي واحد قبل أسبوع من أولادنا شغالين معي في الخرطوم جنب الفيحاء مول الواحة، جو ولدين البيت بتتكلم بالتلفون خطفوه. احنا حاسين بيجينا نحذر الاصطاب بتاعنا، كل الناس بنعرفه يا اخواننا، اذا في اي حاجه ايرجنت ده تتكلم خد التلفون في حته امنه واستخدم السماعه على اساس انه تبي سيف. نحن مع المخاوف دي كلها مع الحاجات الكثيره دي كلها نحن ستيل سيفرز ان اذر كانتري، يعني في 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 امان لحد ما. لكن نحن حرصنا الشديد على انه الخرطوم تبقى عاصمه امنه، الخرطوم تصبح عاصمه لائقه بمصاف الدول الثانيه. كان لابد علينا ان نضغط على القوات النظاميه وعلى حكومه الولايه انه في ظواهر سلبيه في ولايه الخرطوم، لابد من الاعلام يتناولها، لابد من المسرح يتناولها، لابد من المنظمات تقيف عليها. ونتمنى الجهات المنظمه الليله يمكن بدينا نوزع في التوصيات الورشه انه الجهات اللي ليها الاساس لها الدور الرئيسي تاخذ دور الطبيعي، سواء كانت وزاره الرعايه الاجتماعيه، سواء كانت القوات النظاميه مكتب، سواء كانت الشؤون الدينيه، سواء كانت الماليه، على اساس انه في بشائر انه في مفروض يكون في تمويل حيطلع للمواطنين في تخفيف عبء العبء الفقري. يعني سيدنا علي بن ابي طالب استعاذ من الفقر، لو كان الفقر رجل اللي غترته الفاق احيانا تطلع الناس من طوره، تخلي الناس تعمل حاجات كثيره عشان تتحصل المال بطريقه سهله. مستشار لبنى، يعني انت كما ذكرت قبل شوي يعني انتم شغالين على نقطتين مهمتين اللي هو ظاهره التشرد وظاهره المخدرات، فالظاهرتين دي هل في علاقه ممكن تربط بيناتهم بحيث انه اي متشرد في الشارع لازم يكون انه بتعاطى مخدرات، ولا ظاهره المخدرات مقصوره على فئه معينه؟ والله المخدرات انا في تعريفي لها هي سرطان العصر الحديث، يعني خطر يهدد كل البيوت، ليس فقط في السودان بل كل العالم. احنا الان وصلنا لمرحله لتعاطي مخدرات الكتروني، اصبحنا لمرحله بتاعت ادمان من نوع اخر. زمان كانت الادمان الناس عارفه الحشيش والبنج والعرق والتفاصيل دي، بقت في الكريستال، بقى في الهيروين، الكوكايين. عاصمه القوميه ما كان فيها حاجات بالمستوى، دخلت حاجات جديده وبدائل. الان في الكازموز منتشر في اطراف الخرطوم، وكل هذه استخدامات طبيه. عشان كده كانت في الورشه اهتمامنا بانه تجي الصيدله والسموم، نرفع لها التوصيات في ان الصيدليات دي ما تبيع الحاجات دي. طيب سؤالك جميل جدا يا ابني، هل في علاقه بين التشرد وبين تعاطي المخدرات، ولا المخدرات هي سبب التشرد؟ هما فيها فيرسا، الاثنين مربوطات ببعض. احيانا الابن المتعاطي عدم قبول الاسره له والضغط عليه في انه اصبح غير لائق، اصبح ولد فاشل، الاسره بتضغط وهو يضطر يشرد منهم عشان خلاص تليف ان هيز اون بكي، يعني يعيش في الغوغه بتاعته بتحت العالم السالب اللي هو اختاره، لانه ما قادر يواجه حياته داخل البيت. واحيانا التشرد ذاته يخلي الولد يتجبر انه او البنت تتجبر بانها تتعاطى المخدرات عشان تكون ضمن الغابه. هي غابه كبيره، واقع افتراضي خاص به. واقع افتراضي خاص به. وبعدين الحاجه الجميله، نحن اثناء يعني تعاملنا وسط شريحه المشردين، ليس كل مشرد هو متعاطي للمخدرات. صحيح، ما كلهم متعاطين للمخدرات، ولكن اللي بتعاطوا اللي ما لاقين علاج، اللي الكوميونتي ما عامل لهم ريسبكت او قبول ليهم، بيضطروا يبقوا انتي سوشيال. ودي هنا بتوصلك لانه ليه هم بيصبحوا
مثلا نيجرز او يصبحوا غير مرغوبين. وانا يعني استمتعت في الورشه في الاستاذ رجاء نمر من هنا لها التحيه والتجله تتكلم عن النيجرز. هم ما 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 الان موجودين. النيجرز هي جماعات من الدي دي ار اللي هو المسرحين وجماعات كانت متفلته من سنه 97. احنا ما انا شخصيا ما كنت اعرف المعلومه دي. والغواطة النظامية أدلت بدلوها النيجرز موجودين في ولاية الخرطوم ولكن ما بنسميهم النيجرز بالتعريف العالمي الخارجي ذاك. هم متفلتين أمنيا عندهم حقوق عندهم مطالب بعد كده أصبحوا بالناحية السيكولوجية أنتي سوشيال ضد المجتمع. ما كان الزت بالصورة الكبيرة الحالية اللي احنا بنشهدها في بالتحديد في ولاية الخرطوم يعني كانت. في أي حتة يعني بيجينا نسمع عديد من الجرائم يعني حتى في أرقى الأحياء. طيب أرقى الأحياء بتسمع فيها على الجرائم لأنه دور الشرطة والغواطة النظامية أضعف. لو في الغواطة النظامية عملت دورة تمام ما أكيد ما حتكون في يعني الشيء الحاصل ده. يعني شرطة النجدة بتتعلل يعني بأنه ما في عربات كافية ما في نحن كلنا مع بعض في الورشة دي وضعنا الحاجات في التيبل إنه الناس كلها لازم كل زول يقوم بدوره صح عشان نحمي ولاية الخرطوم. بعد ذاك أنا يعني بناشد لجان المقاومة في الأحياء يعني أنتوا عندكم دور الشباب كتار ما شاء الله نحن فت ونحن أولاد تمام ليه ما نحمي مدننا ومناطقنا؟ صح ده دور الشرطة وكل حاجة لكن في النهاية الوطن حقنا كلنا. صح. الوطن ليس هو يعني من حماية الوطن في, في حاجة يعني نقطة ذكرتها قبل شوي في إنه يا أخي القوات الشرطية تم إضعافها يعني هو قوات الشرطة دي حقت منهم هي لحماية الشعب وللبلد يعني فلما يكون هو دور الأساسي في إنه يا أخي لما هي يعني تحصل لها خلل أو مشكلة بيبقى انه اصلا في منظومه البلد اصلا كلها حتحصل مشاكل وحتظهر زي الحياه التفلتات دي. ما ممكن في فتره من الفترات اصلا ما كنا بنسمع بالظواهر دي بشكل كبير تجي بعد الثوره وبعد الثوره بتاعت تغيير كبير جدا نجي نلقى انه في خلل كبير على مستوى التفاصيل بتاعت يعني على مستوى الامن يعني. والمشكله ما بتبقى على هي مشكله انه المواطن هو المفروض يحمي نفسه المفروض انه اصلا يكون في طيب انا سعيده بحاجه تمت يا ابني يعني يمكن انتم تكونوا كاعلاميين متابعينا زياره رئيس مجلس الوزراء السيد حمدوك للشرطه كان قبل كم 4-5 أيام تقريبا زارهم في السكنات بتاعتهم وقعد مع الوزير وكده دي بتدي يعني باور ايموشنالي نفسيا لقيادات الشرطه في انها تمارس دور الطبيعي. بلد من غير قوات نظاميه طبعا هي 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 في حاجه اسمها اللجنه الامنيه في الولايه. اللجنه الامنيه في الولايه دي فيها الجيش والشرطه والاستخبارات العسكريه والدعم السريع والقوات النظاميه اللي هي المنضبه تحمي البلد كلهم مع بعض مجتمعين دي هي بتمثل اللي هي اللجنه الامنيه في الولايه. اللجنه الامنيه في الولايه عليها دور كبير جدا والله هم مجتهدين. انا يعني الشيء شفته في الورشه اكد لي انه في شيء حاصل لكن انا بفتكر بعد زياره السيد يعني حمدوك لرئاسه الشرطه انا اتوقع انه يحصل كلام كثير ويمكن الليله كان في افتتاح للدار بتاع مباحث تم في توسعات في بعض الدور بتاعت الشرطه. نتمنى انها تاخذ دور الطليعي اللي المنوط بها ونتمنى انه يعني اذا كان بتاع الاستخبارات يرفع تقريره اذا كان بتاع الجهاز يرفع تقريره وكلهم مع بعض يحمونا ودايرين دايرين امان يعني احنا بعد ثوره كبيره جدا العالم كله يتكلم بها يعني ما ممكن الليله اذا انا المواطنه خايفه الخواجه حيكون اللي قاعد الليله في 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 في, في السلام روتانا ولا قاعد في اي فندق هذا حيكون وضعه كيف يعني. نتمنى انه ترجع الخرطوم امنه. السنوات اللي فاتت دي كل العالم العربي دخلت فيها هزات كثيره عدا الخرطوم كانت هي يعني الناس تتجمع في الشوارع في كل محله تكون البلد اكثر امان ان شاء الله. نعم. واحده ثانيه من المشاكل يعني انتقل من نقطه لثانيه من المشاكل السالبه ثاني اللي هو ظاهره الهجره غير الشرعيه. تمام. في الاونه الاخيره يعني مجموعه من الشباب فقدوا او بقوا في حاله بتاعت احباط بيقولوا عارفين لا يمشوا قدام ولا يرجعوا ورا بس الحل الوحيد بقى لهم انهم يمشوا بالسمك زي ما بيقولوا. طيب فالهل المنظمه كان لها دور رئيس في الموضوع ده؟ طيب انا موجوعه لاني فقدت ولدين يعني هاجروا بالسمك وما وصلوا ويعني اترحم على الاسره اللي اكتشفت جثثها وهم في طريقه لليبيا لانه كان ما عندهم صح. خيار غير انهم يطلعوا. صحيح. طيب نحن يا ابني تناولنا الموضوع ولكن الحكومه لم تتعاون معنا بالواضح كده. نحن بيتمكن لما ظهرت الثورة والناس كلها كانت ملخومة بالحراك الثوري. أنا شخصيا كلبنا مشيت اليونيدو يوم 19 سوري الثورة قامت يوم 19 واستشهد فيها ابن خالي طارق في عطبرة. يوم 22 جلست مع اليونيدو
22/12/2019 مشيت جلست مع مدير كرسي اليونيدو اللي هو اسمه مستر سينك. طلبت انه لابد من توفير يعني تدريب للشباب. ما استجابوا لي طوالي. كنت شغاله بقدم برامج في قناه طيبه. هاجمت جهاز الامن المخابرات والوقت ده كان رئيسه السيد صلاح قوش وطلبت من السيد صلاح قوش فتح الخناق على الشباب. كتموا شارع النيل وقفلت البلد كلها وهاجمتهم في التلفزيون. وحتى يعني بعد 4-5 يوم جاتني رساله انه حيفتح شارع النيل. قلت لهم استوليت متأخر جدا فتح شارع النيل. الشباب هم مش الشباب عنده قضايا كثيرة. الشباب عنده تحديات كثيرة. حتى التمويل كان محصور في العهد السابق على صندوق دعم الخريجين للتمكين اللي كان موجود في العهد ذاك. كان عندنا دور كبير جدا داخل القيادة. الناس كلها كانت بتهتف وبتصارع وبيشوفوا التغيير. نحن كنا في بتمكلي داخل القيادة من أجل عمل دراسة لأول مرة تقام في السودان. وأتمنى الآن المسؤولين في الدولة وحكومة جديدة تكونت نحن جاهزين في بيتمكن نساعدكم. لكن تعالوا لنا شوفوا نحن عملنا شنو. نحن عملنا دراسة لماذا خرج الشباب للثورة والحلول شنو، وهل كلهم هم اللي جاءوا مقاومة، وهل هم كلهم شباب تغيير، ولا هم كل أحزاب، ولا حيحصل شنو. لما اتكلمت في قناة أم درمان في يوم 29 أبريل 2019 انتقدوني كل الشيوعية في العالم انه كيف انا اقول كلا. انا قلت الشباب دي لو ما اهتموا بيهم هيحصل لهم ديبريشن وحيحصل لهم احباط ونسبة التعاطي حتزيد. واتكلمت عن انه الشباب دي لابد من كيان يحتويهم كلجان مقاومة. واتكلمت عن انه لابد من قيام مشروعات معينة تجاه الشباب. لحد اللحظة اللي انا بتكلم فادي وتاني بناشر وزارة الرعاية الاجتماعية وزارة المالية لابد من اتاحة مساحات للشباب حتى لا يحبط شبابنا أكثر ويكون خياره الهجرة بالسنبق. الهجرة الغير شرعية يعني الأعداد كبيرة جدا وللأسف من داخل الخرطوم ومن الأغاليم بتاع دارفور. لأنه في عدم عدالة، لأنه في عدم تساوي، لأنه ما أنا تخرجت من طب ما لاقي واسطة أنا عشان أتعين. أنا تخرجت من هندسة وما لاقي حاجة. يا إما أنا الأعداد اللي بتجيني في المكتب الآن نحن عايزين منحة سكولرشيب دارين نطلع برا. شوف لنا طريقة اللي كانت يا جماعة ما سهلة كده عشان تطلعوا ليها. الشباب محبط بأي طريقة عايز يطلع. الحل الوحيد يا جماعة إيجاد مشروعات إنتاجية. يعني أنا سمعت إنه قبل كم يوم كان في اجتماع لكل الحكومة في 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 أكاديمية الأمن. كنت أتمنى من واحدة من التوصيات توصيل مشروعات إنتاجية للشباب، التحريك لدى الشباب. لأنه إذا الشباب حس بالفراغ هيعمل شنو؟ جنبات، مخدرات، هجرة غير شرعية. ده لو عندي قروش أنا بسافر بقوم أمشي أبو ظبي ولا أمشي قطر ولا أمشي أي دولة تانية في العالم. يبقى عندنا الهجرة الغير شرعية. نحن ربطناها بالمخدرات ذاتها. الهجرة الغير شرعية مربوطة بالمخدرات. عشان نتكلم في الموضوع ده أكتر يعني سيدين يكون معنا عبر الهاتف العميد محمد عمر من الدائرة الفنية لمكافحة المخدرات. أهلا ومساء الخير عليك. عليكم السلام ورحمة الله. كيف صحتك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. بداية كده يعني نحن دارين نعرف معاك يعني هل في نسب معينة للمتعاطية المخدرات في الخرطوم تحديدا؟ والله تقريبا في نسب، لكن مهما كانت النسب دي لازم تكون تقريبية. لأنه هي حتى لما تضع بالنسبة للشباب الشباب بتبقى فيه اختلاف. الشباب بتاع الجامعات، الشباب المهن الهامشية دي بتختلف بيناتهم النسب. حتى في كل الفئات بتاعت العمريات كده ما بتلقى النسبة موحدة. وضع النسب قبل كده كانت في قامت بير لبنى غامبير مكافحة المخدرات في بعضنا، لكن ما بتكون طبعا حقيقية 100%. نعم ممتاز. طيب أشكال المخدرات هل عندها مثلا أشكال معينة ولا من خلال طبعا يعني مكافحتكم ليها؟ وطبعا المخدرات طبعا أكيد يعني بتختلف أنواع، من كانت صناعية أو كانت طبيعية، كلها منتشرة. يمكن بقت في الفترة الأخيرة دي عندنا يعني النبات الطبيعية هي اللي بتتكون من نبات القنب ومشتقاته سواء كان الحشيش أو البنجو أو الشاشمني. أما الصناعية طبعا كلها بتكون عبارة عن عقاقير طبية بيسيء استعمالها، بتجي للشباب ديل بيستعملوها بطريقة خاطئة هي بتؤدي للإدمان وضرر بالحق بهم. نعم ممتاز سعادة العميد. إن شاء الله طيب.
ويعني يمكن المخدرات هو باب كبير جدا يعني ممكن يكون الحياة دي ممكن تكون منتشرة بصورة ما يعني أكيد الحياة دي عندها مشكلات وبتسبب مشكلات على مستوى المجتمع يعني تو كيف قادرين يعني تعملوا ضبط للقصة بتاعت انتشار المخدرات وحتى البلاغات اللي بتجي ممكن كيف تكون شكلها وهل بتجي بكل أغلبية ممكن يكون سبب المخدرات؟ لا طبعا المخدرات يمكن عندها نسب كبيره جدا جدا في الجريمه يعني حتى يمكن جاءت اخر احصائيات السجون الامريكيه يمكن الناس الموجودين 70% منهم كانوا في السجن دي كلهم مثلا مخدرات دي مثلا لان نسبه كبيره مع جريمه مرتبطه بارتباط وثيق حتى حتى بتكلم عن الظواهر السالبه بالنسبه للمخدرات طبعا ارتباطها بها كبير جدا جدا سواء كان في التشرد سواء كان في البطاله كلها مربوطه ب المخدرات نعم يعني حتى الانواع اللي احنا بنحد او الطريقه اللي بنحد بها احنا طبعا بنتبع بعض الخطط اللي عندنا الاستراتيجيه سواء كان خفض العرض او خفض الطلب يعني بالنسبه لنبات القنب اللي هو ده احنا اول حاجه بنعمل حمله استباقيه للمزارع بتاعته هناك في منطقه جنوب دارفور بنمنع انه البذور ما تصل للمناطق الزراعيه بعد ما تصل يبدا موسم الزراعه بنقوم بحمله كبرى بتبيد المزروعات دي وبتحرقها بعد ذلك عندنا الخطوه الثانيه قطع الطرق حتى لو في حاجات استربت ما وصلنا لها وحرقناها عشان ما تصل كده بنكون عندنا في الطرق بتاعتنا كلها عربات وحتى في المنافذ بتاعتهم كلها بتمنع الوصول لها لما تصل المدينه بتكون طبعا حملاتنا المستمره اللي هي للمروجين والتجار في ثاني الانواع الثانيه اللي هي زي ما قلت لك المؤثرات العقليه دي كلها طبعا دايره رغبه شديده مع الصيدلانيه على اساس انه يقدروا ما تصل للشباب نعم طيب سعادة العميدة محمد يعني انتوا دوركم كالدائرة الفنية لمكافحة المخدرات يعني بالذات في الآونة الأخيرة يعني شهدنا انتشار كثير للمخدرات فدوركم شنو بالذات في الفترة الأخيرة دي؟ والله احنا طبعا دورنا أساسا هو بتركز أكثر حاجة في الدائرة الفنية للتوعية والوقاية من أضرار المخدرات لكن الشيء المؤسف انه في الفترة الأخيرة دي عشان احنا نقدر نوصل رسالتنا للأسر للمدارس للأندية للمساجد واجهنا المشكلة بتاعت التباعد الاجتماعي وعدم التجمعات يعني ما قدرنا نحن نقدر نوصل الرسالة بتاعتنا كاملة لهذا السبب لكن بدينا عن طريق السفير وعن طريق الوسائط الاجتماعية نقدر نرسل بها لكن هي ما طبعا ما زي كده لكن الحمد لله في انفراج وعندنا خطة إن شاء الله كبيرة جدا جدا نعوض بها الشغل الفات كله نعم إن شاء الله من خلال مشاركتكم مع منظمة بتمكلي يعني شنو كانت مخرجات الورشة بالنسبة لكم كدائرة مكافحة مخدرات والله أنا طبعا تزر فرصة ذات أشكر منظمة بتمكلي لجهودها الكبيرة اللي بتقوم بها في كثير من النواحي الاجتماعية عندنا في السودان نعم. ونحن بالنسبة لنا طبعا هي كانت تناولت من ضمن الظواهر السالبة اللي هي المخدرات طبعا المخدرات هي يمكن من اكبر الظواهر السالبه دي نسبه لانها بتدمر العقول بتاعت الشباب ولو الشباب طبعا بقى عقوله فاسده المجتمع حيكون فاسد ولو عقوله نيره وطيبه المجتمع والسودان كله حيكون معافى يعني المخدرات هي اكبر افه بتقابلنا او هي اكبر حاجه في المؤثرات او في الظواهر السالبه بدات تظهر عندنا الظواهر السالبه طبعا هي كثيره بالنسبه لنا في السودان متعددة ومنتشرة يعني في ما في مجتمع بيخلو منها ممكن تكون بالنسبة للأغنياء عندهم ظواهر سالبة اللي هي زي يمكن تعاطي المخدرات زي برضو بالنسبة للفقيرين برضو عندهم ظواهر سالبة بتتمثل في التشرد والميل للعنف وغيره يعني كل مجتمع وكل طبقة لها ظواهر سالبة يعني ممكن نحن نقدر نحد عنها بأنه أول حاجة نغوي الرابط الديني بنحن علنا بانه يكون في رغبه اسريه بانه نغوي التوعيه عند الشباب انه يبتعدوا من هذه الظواهر نعم ممتاز يعني شكرا جزيلا يعني سعادة العميد محمد عمر من الدائرة الفنية لمكافحة المخدرات شكرا جزيلا عن انه قدرت انك يعني تنورنا اكثر عن كيفية انه المكافحة للمخدرات والمشكلة الأساسية هي ممكن تكون منتشرة على مستوى الولايات وولاية الخرطوم وعملكم مع منظمة بتمكلي القومية يعني بالتوفيق لكم ان شاء الله شكرا لك
يمكن سعادة العميد نورنا. بس حابة صح ما عملوا معنا, نحن عملنا معاهم لأنه هم دولة ونحن منظمة مجتمع مدني. يعني حقيقة أنا بلح عليهم طوالي, بمشي بطالب بقلع حق المواطن السوداني, يا سيد محمد في الدائرة الفنية عندنا قصور في كده, عندنا حاجة في كده, عايزين نتعاون معكم. دي دورة أساسية لازم تكون بها الدولة. لا ده دورة الدولة. نحن كمنظمة مجتمع مدني غايته قادرين نقلع حق المواطن وبنمشي نتكلم باسم الشعب كله. في جزئية بس ما تناولت في السؤال بتاع سيد محمد. نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا في العلاج, ما الغبضيات في حكومة وفي شرطة وفي آلية وفي رصد بتاع دولة متوفر, يعني التمويل الدولة موفره للإدارة العامة لمكافحة المخدرات. لا. التحدي الأكبر المواجهنا ويمكن ده جزء كبير جدا سالب معكوس على الـ على الـ على الـ على الـ الإفرازات, واللي هي التشرد إفرازات وهي التسول إفرازات وهي المينتال كيسس في الشوارع ديلا. العلاج مشكلة كبيرة جدا في دولة السودان, ما فيش مراكز حكومية متخصصة في علاج الإدمان. ظلنا في بيتمكن لمدة 3 سنوات وظلنا مع الإدارة العامة نتحدث بأنه يكون لابد من كولابريشن, يعني تعاون أكبر عشان نجد دور علاج إدمان. المصحات الموجودة يعني مشكورين التجاني الماحي, مستشفى التجاني الماحي, مستشفى طه بحشر ومستشفى التجاني طه بحشر وعبد العادل الإدريسي والتجاني الماحي, دي مستشفيات للصحة النفسية تخصصها. نحن بنتعب تعب ما عادي عشان نقنع الأسرة. أصلاً علاج الإدمان هو لابد من إنه المدمن يقتنع إنه يتعالج, ليه حتى نحن ندخله مصحة عشان نسحب السموم من جسمه. نحن بتاخد مننا الكيس الواحد الشخص الواحد 3 شهور لـ4 شهور إذا الشاب مرضي تماماً عشان نقنعه هو يخش مصحة. طيب أول كلمة بتقول لي الأم والأبو, أنا كيف أودي ولدي ما مجنون, أنا أوديه تجاني الماحي ولا طه بحشر ولا عبد العادل الإدريسي. رغم من ذلك الأسرة بتضطر, لأنه إذا جينا غارنا مع الموجود من المصحات الخاصة اللي عندنا مصحتين أو 3, الأمل الشريف عبد العال الإدريس سوري مستشفى حياة سابقا, وتاني عندنا هنا بهنا مستشفى نور الهدى السابق, يعني ما عارفة شغال ولا ما شغال حسي. على قدر الموجود قليل, على قدر الموجود الرفيز بتاعته عالية شوية على المواطن البسيط. يعني بيردي المستشفيات الخاصة 7 مليون لـ8 مليون. تخيل أنت عندك ولدين, يعني عندي كيسز كثيره بيت ولد او ولدين في البيت الواحد يكونوا مدمنين, يعني 14 مليون بيردي, وانت محتاج بين 21 يوم لـ35 يوم. دي الاهم يعني حاجه طلعنا بها من الورشه, انه لابد من ازاله الوصمه الاجتماعيه. المدمن يا ابي يا ام اللي بتسمعوني مريض, عاملوه كانه عنده سرطان او عنده اي داء اي مرض, لو لحقتوا لينا بدري تحركتوا على المراكز الموجوده او جيتوا لدكتور نفسي او جيتونا احنا في بيت مكر شرطنا مجاني. نحن بنوجهكم الويز اللي بتعامل شنو. احيانا المرض لو يتلحق بدري انت ما محتاج تدخل مصحه اصلا. اذا ما تلحق بدري انت حتضطر تدخل مصحه وحتدفع القروش دي. الحاجه الثانيه طلبنا بها في الورشه في موضوع العلاج, ومشكوره كانت يعني مقدم الورقه الرائد كوثر من الصلاح الطبي, انه لابد من كولابريشن, لابد من تعاون بين مصحه عبد العال الادريس اللي هي كمصحه حكوميه تابعه للشرطه, انه يزيروا لنا الملف الحاجه اسمها ملف اسمه 118 عشان تدخل ولدك عبد العال الإدريسي. لابد من تفتح له بلاغ. كثير من الأمهات بيبكوا كيف أنا أفتح بلاغ لولدي عشان أدخله مصحة. نحن الآن يعني بتعاون لصيغ مع الأستاذة فوزية حابين إنه المادة تزال أو يتفتح جناح خاص جوا عبد العال الإدريسي المصحة, بإنه نقدر ندخل الأولاد اللي قابلين يمشوا مصحة عبد العال الإدريسي. الحاجة الثانية اللي تكلمنا بها, لابد من تحريك الدولة بقيام مركز علاج إدمان حكومي حكومي. ومن هنا انا بناشد كل الخيرين في السودان, اكيد البلد دي فيها خير كتير, زي ما الناس وقفت في 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 في, في الثوره, وزي ما الناس ساهمت حسي مع الجيش تساهم معانا. نحن الان اطلقنا صندوق دعم الادمان. صندوق دعم الادمان يعني شو؟ انت تجيني وما عندك قرش, عايز تتعالج, عندك الرغبه عايز تتعالج, لكن انا ما عندي. قمت عملت كونسلتيشن جروب, عندي 18 خبير من العالم, من امريكا, كندا, بريطانيا, اسبانيا, استراليا, من الخليج العربي, 18 كونسلتان عملتهم في جروب. بتجينا البيشن بقول له خلاص انت افحص, وعندي واحد بيجيني في المكتب بيجي يشيل التحليل سواء كانت بول او عينه الدم, وبنتعاون مع بعض المراكز نخد الصندوق ده قاعد عندنا. اذا عنده ولد ما عنده قروش هو نشيل من قروش الصندوق, نمشي نفحص له ونرفع النتيجة
النتيجة أونلاين لأن الدنيا كورونا ويقوم يعملوا لنا الأناليسيس للنتيجة دي. إذا محتاجين لكونسلين نحن بنوفر الكونسلين مجاني داخل المكتب. إذا محتاجين لأنه يعمل أدميتين يعني يدخلوه مستشفى مع تعاوننا مع مركز الأمل مركز دكتور أيمن عبد ياسين القدالي ربنا يديه العافية عبد العال الإدريسي وطيب المستشفى الممكن أبيلابل. نحن بدينا نعمل الخطوة دي لكن برضو ده ما ينف لأنه عدم علاج المدمن بيخليه يفقد عقله تام وغياب العقل إما يخليه يطلع يبقى مجنون في الشارع أو يبقى متسول أو يعني يبقى بنحاول يعني أنتوا قدر المستطاع أنه تلقوا لها حلول وكمان الدولة تكون يد العون معاكم. لكن إحنا دارينا ناخذ معاك آخر كانت توصيات بالنسبة للورشة اللي قمتوا بها يعني في إيجاز. طيب آخر أهم التوصيات إنه لابد من تغوية الحكمة بتاعة القوات النظامية في إنها تأخذ دور الطبيعي. لابد من وجود دور إيواء يعني للمشردين. لابد من حصر الأجانب الموجودين ومراجعة موضوع التسول يعني هل هم سودانيين أو غير سودانيين حصرهم عشان نقدر نفرز ونعالج فيهم. لابد من إقامة الدورات والتدريب والتأهيل. لابد من قيام مراكز لعلاج الإدمان. وهم توصية نحن في بيت مكري طالبنا بها ونحن من هنا بوصل الرسالة بتاعتي للسيد والسيد وزير الرعاية الاجتماعية. نحن الآن بنقوم بمشروع اسمه واعي التوعي ونتمنى في قناة سودانية 24 تكون راعي إعلامي معانا في المشروع دي يهتم بالتوعية والإرشاد تي وتي فاسيليتيت وحيكون في دفار توعوي متحرك في الولاية إن شاء الله. يعني بإسهاماتكم جميعا نقدر نعالج. ومن هنا حابة أشكر التجاني حاج موسى والتلفزيون القومي وشخصكم يعني في إنكم أنتوا قدرتوا تحركتوا إعلاميا تتحركوا معانا مخرجات الورشة. أكيد إن إحنا عندنا دور أنتوا كمان عندكم دور كبير جدا. شكرا جزيلا لسعادة المستشار لبنى علي منظمة بيت مكل القومية. شكرا جزيلا لك ومنورانا كنت في سوداني 24 مستوى كمان برنامج 24 قرار. شكرا جزيلا شكرا لكم كثير وكونوا بعافية وأبقوا 10 على أولادكم إن شاء الله.